ماشي، عايزة النهاردة كده كلكم تبهروني عشان أنا بحبكم جدا، ربنا يبارك فيكم. محمد نجدي مش ناوي تفتح الكاميرا؟ مروان السلام عليكم. بس انا مروان والله اخر مره رد ارجع على رزق الخانة، كنت 300 بتاع صف حته في خامس الارض. مروان. بس انا والله اخر مره اروح اجرس التليفون ده 300 حته في الارض عشان زهقت بقى. والله الكاميرا ما بتفتح. أنا قلت نشوف المشكلة دي يا محمد ونحلها. طب انا ذنبي ايه؟ طيب ولا انا يلا قول رحت لي يا الكليه مروان، عملت ايه في ولا قراءة رحت القرآن؟ وصلت لحد فين؟ ايه؟ وصلت لحد فين في ختامة القرآن، في قراءة القرآن؟ مش وقراءة ولا حفظ؟ لا احنا بنقرأ عشان رمضان اوريدي، كده كده بتحفظوا مع ميس أمال صح ولا ايه؟ لا احنا مش منتظمين قوي، لا بس عندنا خاتم جزئين حفظ، طب الله لكن الله يديك. ما شاء الله يعني مش معدودة ماشي معددات. يلا نسمي الله كده. انا هقرا النص الشعري عشان عايزه فيديو يا شباب لقراءته النهارده، ينزل كده، عايزه فيديوهات كتير كده تنزل على الجروب النهارده، الجروب يتملي فيديوهات من النص الشعري. اسمه يا شباب يعني عيونه، عيونه الحكمي، عيونه الحكمي، اقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان، وإن أساء مسيء فليكن لك في عروج زلته صفح وغفران، وكن على الظهر معوانا، وكن على الظهر معوانا لذي أمل يرجو نداك، لذي أمل يرجو نداك، فإن الحر معوان، معوان، فإن الحر إيه يا شباب؟ معوان. ميوان من ميوان يزرع الشر يحصد، من يزرع الشر يحصد في عواقبه ندامة، ولحصد الزرع إبان، ورافق الرفق في كل الأمور، فلم يندم رفيق ولم يزممه إنسان. لا تحسبن سرورا دائما أبدا، من سره زمن ساءته أزمان. كل واحد بيت كده بالترتيب. يلا يا ساجة قولي أول بيت. أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم فضائلها مش فضائلها، فضائلها الهمزة فضائلها، مكسورة. فأنت بالنفس لا بالجسم إنسانا. برافو يارا، البيت التانية يارا. وإن أساء مسأ فليكن لك في عروض ذلتي صبحا وغفران. وغفران، صفح وغفران. وغفران. سما فارس السكر، يلا يا سما البيت الثالث. وكن على الدهر معاونا لذي أمل يرجو معوانا مش معاونا، معوانا. معوانا لذي أمل يرجو نداك، فإن الحر معوان. برافو عبد الله، البيت الرابع. حاضر. مس من يزرع الشر يحصد في عقوابه. عقوبه عواقبه، عواقبه. عواقبه نادما ولحظ لا ندامة، نادمة ولحظ زرع يمسك ولحظ الزرعة أبانا يبانوا. يبانوا. يا دي يلا صفحة كام؟ صفحة، قولوا له في صفحة كام؟ 263 يا مروان. بنتين تلاتة اسمه أيمن ورافق. ماما أيمن يا تيتشر. يا عمر، ورافق الرفق في كل الأمور، فلم يندم رفيق ولما يذمم إنسان، ولم يزممه إنسان. ولم يزممهم إنسان. برافو عليكي مريومة، نعم. آخر بيت يا عمر. لا تحسب
لا تحسبنا سرورا دائما أبدا، من سره زمان زمن زمن عليها تنوين ضمة يا مريم، زمن. زمن سأته أزمن. برافو عليكي يا مريم. محمد مجدي من الأول تاني يا محمد. أقبل على الناس، أقبل على النفس واستكمل الفضائل، واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. مروان فيت التانية مروان. وإن أساء مسيء فليكن لك في عروض، مش عارفة أقرأ الكلمة دي، ذلته 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 صفح وغفران. صفح وغفران. برافو. مين ما قراش يا حبايبي؟ كلكم قراتوا؟ كلنا قرأنا. طيب أيوة كملي يا ساجا، تعالي نكمل تاني. ساجا اقرأي البيت التالت. وكن وكن على الدهر معاونا معوانا، اسمها معوانا. معوانا للذي أمل يرجو نداك، فإن الحر معاون. معوانو. الميم مكسورة يا قمر، اسمها معوانو. معوانو برافو عليكي. كملي يا يارا البيت الرابع. من يزرع من يزرع الشر يحصد في عواقبه، ندامة وحزن. ولحصد الزرع يبانو. مروان البيت اللي بعده. يا مس أنا بعد يارا. انا مش ماشيه بترتيب، انت بعد مروان يا سما. حاضر قولي يا مروان ورافق. وروافق الرفق في كل الأمور، فلم يندم رفيق ولم يذمنه إنسان. برافو عليك. قولي يلا يا سما فارس اخر بيت. لا تحسبن سرورا دائما أبدا، من سره زمن ساءته أزمان. برافو عليكي، ممتازين يا شباب. طيب بيقول ايه هذا النص الشعري؟ مين اللي كتبه الاول؟ اللي كتبه واحد اهو قدامنا اسمه ابو الفتح علي ابن محمد، كاتب بستاني. الراجل ده يا شباب كان من بلد اسمها بلدة بوستة ببلاد أفغان، ولد عام 330 هجريا 942 ميلاديا، وتوفي عام 400 هجريا 1010 ميلاديا. كان من شعراء القرن الرابع الهجري، عمل كاتبا ببلاط الدولة وارتحل إلى بخاري وفيها توفي. بدأ حياته معلما للصبية في بلدته، كان معلم للإيه؟ للولاد في البلد بتاعته اللي هي أفغان. تمام يا حبايبي. طيب الجزئية اللي بعدها، تمام. تعالوا بقى عشان نشرح لكم الأول الإيه البيت. بيقول له أقبل على النفس واستكمل فضائلها، معناها إيه يا شباب؟ يعني بيقول للناس إيه في هذا البيت؟ بيقول له اشغل نفسك بتهذيبها يا سما، وتحلى بمكارم أخلاقك يا مروان، لأن الله ميزك عن جميع المخلوقات بهذه الأخلاق الفاضلة. يبقى يقول الشاعر في البيت الأول أشغل نفسك بتهذيب نفسك وتحلى بمكارم الأخلاق، لأن الله ميزك عن جميع المخلوقات بهذه الأخلاق الفاضلة. يعني إحنا إيه اللي ميزنا عن أي حاجة تانية مخلوقة في الحيوانات أو النباتات؟ الأخلاق بتاعتنا. أو في حيوانات، في قرد شبهنا، لكن إحنا ربنا ميزنا بالأخلاق عن جميع المخلوقات. يبقى نصحنا الشاعر في البيت الأول بتهذيب الأخلاق، وأن نشغل نفسنا بنفسنا، ما نشغلش نفسنا بغيرنا، بصي فلانة عملت إيه، بصي مش عارف، لأ، اشغل نفسك بنفسك وتحلى بالأخلاق. البيت الثاني يلا اقرأهن يا مريم. وإن وإن أساء مسيء فليكن وإن أساء مسيء فليكن لك في عروض ذلته صفح صفحة تنوين صفح وغفران.
بيقول صح ايه يا كنت شباب؟ بيقول اذا شاطرة اساء اليك أو شخص، برافو عليك يا مريم، بيقول لو حد اساء لك، اذا اساء مسيء، لو حد اساء لك يا مريم هتعملي ايه؟ لو حد عاملك بمعاملة وحشة واساء ليكي ورجع عرفتي ان الاساءة بتاعته دي غير مقصودة، يعني اساء ليكي بحاجة هو مش قصدها، هتعملي ايه يا مريم؟ اقبلي اساءته بالعفو والمسامحة. يبقى ايه؟ فاقبل اساءته يا يارا بالعفو والمسامحة. يلا يا عبد الله اقرأ لي البيت الثالث. تمام يا مس. وكن تمام. على الحر معونا لذا أمل يرجو نداءك فإن الحر معونه. برافو عليك. بيقول ايه؟ كن على الظهر معوان، يعني كن في الزمن، الظهر معناه زمن يا شباب. معوان، المعوان هنا المساعد، يبقى بيقول له قدم العون والمساعدة لكل من يطلب كرمك وإحسانك، يعني حد كده جه قال لك يا محمد أنا عايزك تساعدني النهاردة وتجهز معايا الفطار، ماما مثلا تعمل إيه؟ تاكل لها معوان وتاكل لها مساعد. ليه؟ لأن من يطلب الإحسان إيه؟ لأن الشخص الحر كثير المساعدة للناس، وأنت شخص حر فتساعد والدتك مثلا في تحضير الفطار، تساعد عمك في ان انت توصل له حاجة، يبقى لان الشخص الحر كثير المساعدة للاخرين يبقى علينا ايه؟ مساعدة من يطلب الحمد منا الكرم والاحسان دائما. البيت اللي بعده لله. الشاب الفارس اقرأي. مس انا خلاص يا مس انا خلاص والله كده حضرتك، والله حضرتك يا مس الحمد لله مساعدة ان احنا نعمل السمبوسة بس لا غير. ربنا يبارك فيك يا رب. يلا يا والله عبد وانا الله اقرا البيت اللي بعده. اقرا يا سما ايمن. ايوه يا تيتشر اقرا ثالث بيت. او البيت الرابع، من يزرع الشر من يزرع الشر يحصد في عواقبه وندمه والحصد زارع اسان. برافو عليك احسنتي. بيقول ايه؟ ان كل انسان لابد ان هو يعمل ايه يا شباب؟ ان هو ينال جزاء عمله، يعني يا يارا مش بنعمل الحاجه كده وربنا مش بي مش بي مش بي يعني ايه؟ ربنا مش بيحاسبنا عليها ومش بيجزينا بيها، لا طبعا. ما من زرعه، شفتوا زرعه كده نبته تطلع في الارض يا سما، اي نبته صغيره ربنا ربنا عارف بيها، واي حاجه لو كانت صغيره ربنا بيجازينا على عملها، حتى ممكن تقول الحاجة البسيطة دي أو أنا هاخد عليها حسنات أو أنا هيبقى ليا جزاء عليها. أو طبعا يا يارا، طبعا يا حبايبي بيكون ليها جزاء، فمن يفعل كذلك برضو الشر يجد في النهاية الحسرة والندامة، يبقى الخير أو الشر له جزاء، مثل الزرع له وقت من الحصاد، زي الزرع بالظبط، لو احنا حطينا أي نبتة في الأرض بتطلع لها إيه؟ بنلاقي لها ثمرة وبنلاقي لها بيجي عليها وقت نحصدها. البيت اللي بعده سما فارس اقرأي. لا ما قراتش بيوت. ممكن تقرا بيت؟ حاضر يا يارا، انت بعد سما فارس لا البيت الثاني ورافق البيت الخامس. وافق الرفق في كل الأمور فلم يندم رفيق ولم يغنم الاثنين. برافو. بيقول ايه بقى من هنا؟ في كل الأمور لم تعامل يحدث الرفق في منهم كل كلهم. الامور، رافق الرفق في كل الامور، يعني على الانسان يا شباب ان هو يكون رفق ولين يا عبد الله. ليه؟ لم يحدث في يوم من الايام ان بيندم من يتعامل بالرفق، ما فيش حد عمره اتعامل بسيبه وندم يا شباب. ولم يحدث ان عاب عليه احد لرفقه، محدش بيعيب على حد يقول لك ايه اسكت ده طيب قوي، مش بيعيبوا عليه بالعكس، ده بيشكروا فيه ويقولوا عليه انسان طيب. يلا يا يارا السؤال البيت اللي بعده. مش باين يا مس. شكرا. لا تحس سرورا دائما ابدا. سرورا دائما. لا تحس سرورا دائما من سر الزمن. الحياة ليست نعيما دائما، فلا تظن ان السرور لا لا يا يارا
قولي تاني يا يارا البيت، مالكيش دعوة بالشرح، أنا اللي بشرح يا يارا، قولي أنت البيت. ماشي. لا تقرون دائما أبدا، من صغر زمان سيأتوا الأزمان. برافو عليك. بيقول ايه يا شباب؟ يارا قالت لنا ان الحياة ليست نعيما دائما، يعني الحياة دائما يا شباب مش كلها نعيم، مش هنعيشها طول حياتنا سعداء. ليه؟ لان من تظنه ان سرور سيبقى مستمر، لان محدش يقول مثلا ده انا هعيش حياتي كلها مبسوط واي حاجة هتمناها هتجيلي، لا طبعا. ليه؟ لان احداث الزمن متقلبة، اوقات بتكون ايه، تلاقينا اوقات في رخاء وسعادة، واوقات تلاقي الواحد متضايق كده، امور الحياة برضو. ليه؟ لان ينبغي على الانسان الله يعتر بالدنيا، يعني مش حد مثلا يسيبه اي حزن او يسيبه اي زعل، فايه، فعلى الانسان في هذا الوقت ان يصبر على ما يسوء فيه، ان هو يكون صابر على اي اساءة تحدث له. تمام. يبقى الحياة ليست نعيما دائما، فلا نظن ان السرور ايه سيبقى مستمرا، لان احداث الزمن متقلبة، وينبغي علينا دائما ان نصبر على ما يصيبنا من سوء. تمام. يلا بقى تعالوا نشوف المعاني مع بعض. يلا قولوا لي، عيون معناها المراد بتاعها افضل، اساء اخطأ، صفح عفو ومسامحة، معوان كثير المساعدة، نزاكة كرمك، ندامة حسرة وأسف، الرفق اللين والتلطف، أبدا المراد باستمرار. يلا قول لي أول العمود ده يا عبد الله. أول عمود عيون المراد أفضل، أساء أخطأ وأدرى، صفاء عفو مسامحة، معوانا كثير المساعدة، نداك كرمك وعطاك، ندمة حسرة وآسف، الرفق اللينة والتلاطف، أبدا باستمرار. يا باش برافو عليك، ماشي يا عبد الله، ممتاز. العمود الثاني اقرا يا مروان. مروان مريم، انت العمود الثالث يا مريم. حاضر. يلا يا مروان اقرا العمود ده. توجه ذاته أساءته وخطي خطيئته خطيئته برافو. عفو مسامحة لزي لصاحب يحصد يجمع يبان وقت أو أوان يذممه يعيبه سرة أخيرة يعيبه، يعيبه مش يعيبه، يعيبه. يعيبه أوكي سرة أفرحه. برافو عليه. يلا يا مريم العمود الثالث. تمام. فضائل مكارم الأخلاق ورود زلته اسمها زلته يا مريم، زلته. زلته إساءته غير المقصودة الدهر الزمان يرجو يطلب عواقبه نهايته أو آخره رافق صاحب تحسب تظن ساءته أحزنته. برافو عليك يا مريم. المعاني دي يا شباب حفظ، هبدأ المرة الجاية بتسميحها إن شاء الله، إن شاء نرتب الله. عليها كده حفظ. تمام تمام. عايزاكم تحفظوها تمام حفظ كويس جدا. يلا صفحة كام؟ سامع أيمن أوكي. ارفعي لي أول سؤالين. دي صفحة عيون أفضل. تيجي لا حدك يا شل سامع، هاتي الأسئلة. من أو صاحب من صاحب النص وماذا كانت مهنته في بداية حياته يا سما؟ هو أبو الفتح علي ابن محمد البستاني
وكان في بداية حياته معلما للإيه للصبية، صح، في بلادته بسند. للصبية تقريبا. برافو عليك. في بلدته اسمها بوست، معلما للصبية في بلدته اسمها بس بوست. يلا يا عبد الله السؤال الثاني. انت حضرتك قلت لي اول سؤال ايه؟ ما اول نصيحة بالابيات وما اهميتها؟ ان الشعر باصلاح نفسنا ونحتل بمرقام الاخلاق. نتحلى يا عبد الله، نتحلى مش نتحلى نتحلى بأنفس بإصلاح، نتحلى بمكارم الأخلاق. حل بمكرم الأخلاق لأنها هي التي تظهر قيمتنا الحقيقية. برافو عليك. سما فارس، حاضر. مش حضرتك مش هيرى الصورة؟ اه. اقرا السؤال وضح تاني كده. الشعر، وضح الشاعر فائدتين مش للتعامل. مركزة معانا، لا يا مس، انا والله نسيت مس، السؤال الثالث. الثالث والله يا مس، انا عندي النت بايظ وعمال يعلق وصوت بيعلق، وعشان كده كمان قفلت الكاميرا. ما صفة يعني اختيار الناس؟ مو صفة خيار الناس كما تفهم من البيت الثالث، وما ما المقصود بكلمة نداك. خيار الناس من يساعدون المحتاجين، والمقصود نداك أي كرمك وعطائك وسخائك. برافو عليك. رقم هي 14. مثلا بعد إذنك أنا هقفل الكاميرا لأن هي بتقفل لي النت تاني. ماشي يا سارة، بس خليك عارفة ان ده من شروط المسابقة. يلا كملي. يلا يا ساجا تامر. وضح الشعر فائدتين للتعامل برفق مع الناس. كرام. ميسو ما قلتش لا أسئلة ولا من المعاني، ممكن أقول سؤال؟ ماشي، هتقولي رقم 5 يا يورا. قولي يلا يا ساجا. يا ساجا وضح الشعر فائدتين للتعامل برفق مع الناس. اذكرهم. من يتصف بالرفق في التعامل مع الناس لا يندم مع تعامله بالرفق، ولا عيب يحايب أحد عليه ذلك. برافو. بيقول لك ان من يتصف بالرفق في تعامله لا يندم على تعامله بالرفق. ليه؟ مفيش حد يعيب عليه احد. يلا يا يارا، رقم 5، كيف تتصرف؟ كيف تصرف إن سألك صديق بغير قصد ماذا؟ أسألك صديق بغير قصد الميزة، أسامحه ولا أسكت بذلته لأنها عارضة غير مقصودة ولا مستمرة. فالعفو من صفات الإنسان الكريم. ايوه، بيقول لك ايه، انت اللي بيتصرف معاك تصرف مسيء سامحه وما تذكرش ذلته. ليه؟ لانها ذله عارضه غير مقصوده ولا مستمره، وان العفو ده من صفات الانسان الكريم. رقم 6، مين؟ مروان. يلا يا مروان، وبعديك محمد مجدي. اوكي. لا تحسبنا. مروان، نعم. يلا يا مروان قول لا تحسبن سرورا. اقرأ السؤال يا مروان. اوكي، بس نجيب على الكتاب. هو البورد مش ظاهر لك يا مروان؟ لا لا لا، ظاهر. لا تحسبن سرورا دائما ابدا. كيف تستفيد من قول الشعر في حياتك؟ ان اصبر على مصاعب الحياة، وان ارضى بقضاء الله وقدره، والا اغير، قصدي والا اختر، اختر اختار بالكلمة احوالها، بقوة اختر جاية من واحدة. الغرور. يبقى ان الانسان يصبر على مصائب الحياة ويرضى بقضاء الله يا شباب وقدره، والا يكون مختر، لا يكون مغرورا بالدنيا واحوالها. يلا محمد، 7.
ما الفضائل التي دعا إليها الشاعر في الأبيات؟ العفو عن الإساءات ومقابلتها بالإحسان ومعاونة الناس، والتعامل بالرفق في كل أمور الحياة، والصبر على المصائب والشدائد. برافو عليك يا محمد. رقم 8 سنة أيمن. تمام. لن تحصد غير ما زرعت. أين تجد هذه المعنى في النص؟ أجده في يقول: من يزرع الشر يحصد في عواقبه، وندمانا ولحد زرع أبان. اسمها ندامة ولحصد الزرع إبانا. قولي تاني، قولي البيت ده تاني يا سما. من يزرع الشر، من لن تحصد غير ما زرعت. أين تجد هذه المعنى في النص؟ أجده فيه يقول الشاعر: من يزرع الشر يحصد في عواقبه، ندامة ولا يحصد الزرع أبان. اسمها صح. ولحصد الزرع. وليه؟ ولحصد الزرع ولحصد الزرع يبانوا. يبانوا. يلا اللي بعده، البيت اللي بعده مين ما قالش يا شباب؟ عبد الله. أنا قولي يا عبد الله. مريم. مريم. اه مريم. طب قولي يا مريم انت الاول صحيح، وبعد كده عبد الله. يلا يا مريم. في رأيك لم لا يا أكثر مريم. اه في رأيك لما لما أكثر الشاعر من أفعال الأمر قصيدته. يعني ليه الشعر بقصيدته. يا شباب استخدم أفعال الأمر ورافق، وكان بيستخدم أفعال أمر كتير؟ قولي لنا بقى يا مريم ليه؟ لأنه يقدم نصائح للإنسان، ومن أغراض أسلوب الأمر النصح والإرشاد. برافو عليكي. يبقى أسلوب الأمر بيفيد غرضه يا شباب النصح والإرشاد. السؤال اللي بعده انا قلت مين؟ ورد الرفق في كل الأمور، هل توافق على هذا الطلب؟ وفي اعتقادك لم دع الشاعر لذلك. لما نعم، اسمها لما وافق دعا. بسبب إيه؟ لما دعا لما دعا لما دعا الشاعر لذلك؟ نعم، وافق بسبب دعوة الشاعر الرفق في كل الأمور، أن الرفق صفة حميدة تسعد صاحبها وتجعله محبوب بين الناس. برافو عليك. بيقول هنا يا شباب ان هو ان الرفق ده صفة حميدة بتسعد صاحبها وتجعله محبوب بين الناس. دايما كلنا يا شباب بنحب الانسان اللين الطيب الذي يتعامل معاك بكل بساطة، يعني مش شخص تلاقيه بيحور في الكلام ولا شخص عنيف. لا دايما احنا بنحب الانسان الواضح الطيب العطوف اللين، وبيكون محبوبا بين الناس، لأن هذه صفة حميدة يسعد بها أصحابه وكل من يتعامل معه. رقم 11 سجى. مش بعد ذكر اخش الحمام واكل. ماشي يا حبيبي. يلا يا سجى وبعد كيارا. اقترح وسيلة تنشر بها قيمة العفو فيما تحب. اقترح تنظيم فعالية بعنوان أسبوع العفو، يكون الفائز فيها من يعفو على صديق عن صديق كانت. ماشي. هنا يا شباب الاقتراح للوسيلة العفو تنظيم فعالية بعنوان أسبوع العفو، الفائز فيها من يعفو عن صديق كان يخاصمه منذ وقت طويل. رقم 12 يارا. ماذا سيحدث لو تسمى الناس بالآداب التي دعا إليها الشاعر؟ سمى أخلاقهم ويتقدم بهم مجتمع سعادة في أسمو أن نعم؟ يعلو. إيه مس؟ تسمو يعني تعلو، اسمها تسمو. قصدك إيه مس؟ أني كلمة تزمو. إجابة السؤال اللي تحت يا يارا اللي عليها خط أحمر دي اسمها تسمو. تسمو أخلاقهم ويتقدم بها المجتمع، ويفوزون بالسعادة في ديناهم وآخرتهم. برافو عليك يا يارا، أحسنت ما شاء الله. يبقى يا شباب بتسمو أخلاقهم وبيتقدم بهم المجتمع ويفوزون بالسعادة في دنياهم وآخرتهم.
فهمتم النشيد يا شباب؟ اونتيتشر تمام، دي كده فاضل لنا 6 دقايق، تعالوا نكمل بقى فيهم، نحل حاجة على النشيد. طب كان هقول اسمه لكم كان الواجب الأول إيه يا شباب؟ الواجب صفحة 268، عندنا واجب. تمام؟ تعالوا بقى نشوف مظاهر الجمال. الصفح والغفران دول صفحة بيعكسوا الجامعة ترادف يؤكد المعنى، يبقى مظاهر الجمال صفح وغفران ترادف يؤكد المعنى. إن الحر معوان، ده أسلوب مؤكد بإن، واستخدام معوان يدل على كثرة المساعدة والعون. رقم 3، من يزرع الشر يحصد في عواقبه. هنا ده تشبيه يا شباب، تشبيه للشر بالزرع، تشبيه يعني بقول على حاجة شبه حاجة، زي التعبير كده، فاكرين التعبير المجازي؟ التشبيه اللي هو زي التعبير المجازي للشر بالزرع، وتشبيه العواقب اللي هي الندامة بالمحصول. ورافق الرفقة، تشبيه الرفق في المعاملة بصاحب يحرص الإنسان على مرافقته. لا تحسبن سرورا دائما، ده أسلوب نهي غرضه التحذير. أسلوب نهي غرضه إيه يا شباب؟ تحذير التحذير. يبقى لا، يبقى أما نلاقي لا دايما تبقى أسلوب نهي. يزرع ويحصد عكس بعضهم، تضاد يوضح المعنى ويبرز الفكرة. سر وساءته، تضاد برضو يبرز المعنى ويوضح المعنى ويبرز الايه؟ الفكرة. يبقى الجزئية دي يا شباب ايه؟ حفظ. الجزئية دي ايه؟ حفظ. حفظ، عشان مهمة جدا. في حد مش فاهمها اعيدها تاني، مظاهر الجمال او مواطن الجمال. لا تمام. تمام، احنا كده فاضل لنا بالظبط كام دقيقة قبل الزوم ما يفصل؟ هنخلص على فصل الزوم ان شاء الله. 9 دقايق. استنى 9 دقايق. تسع فاضل دقايق لنا على فصل الزوم 5 دقايق، 4 دقايق ونص كمان على فصل الزوم، 40 دقيقة يعني. إيه لو الزوم فصل هتدخلوا تاني عشان نكمل ال5 دقايق، ماشي يا شباب؟ تمام. تمام، تعالوا يلا نشوف كده، صفحة 268. نراجع، ناخد الكلمة ومضادها، لأن برضو مهمة ماشي. كلمة يا مس ومضادها. يلا يا يارا 268. قولي لي أول مربع يا يارا. يا مس نعم يا حبيبي. الواجب صفحة قاعد 268. اه يا حبيبي 238، 200 كام؟ 268 ايوه و 269، الجزئية اللي تحت دي. تمام. يا مس هو دول واجب ولا ايه؟ اه يا مروان، بصوا بقى يا شباب، اللي هناخده بسرعة قبل الكلمة ومضادها. طبعا الكلمة ومضادها مهمة، بس تعالوا بس نشوف بسرعة كده أسلوب الأمر. أسلوب الأمر احنا عارفينه يا شباب زي كان في ايه؟ مربع لسه قرأه احيانا. نعم؟ ايه كان في مربع؟ قلت لك رأيي. انتي قلبتي الصفحة. اه قلبت الصفحة يا يارا، استني ركزي معايا في الجزئية دي، ولما الزوم يفصل وندخل تاني هناخد المضاد. كلمة أسلوب الأمر هنا، أسلوب الأمر بيبان في الإيه؟ في فعل الأمر، زي إيه يا شباب؟ قم، فتعلموا، فأعيدوا. يبقى الجمل السابقة دي تبدأ بأسلوب أمر. يلا اختاروا، هتبقى أسلوب أمر أول واحدة. الغرض من الأسلوب في الجمل دي إيه؟ الغرض من الأسلوب هنا إيه؟ تحذير ولا نصح ولا إرشاد ولا توكيد؟ أي أسلوب أمر في الدنيا غرضه النصح والإرشاد، غرضه إيه يا شباب؟ النصح والإرشاد. يبقى أي أسلوب أمر في الدنيا غرض النصح والإرشاد. يلا تعالوا بقى نوصل الجزئية دي. آه لا، الجزئية دي واجب، معلش، خلوا النشاط ده واجب. فهمتوا الأسلوب الأمر؟ اكتبوا لي على تمام. الجزء بتاع التوصيل ده واجب. يلا بقى تعالي يا يارا على الكلمة ومضادها. يا ويلا يا تيتشر يارا أول ممكن مربع. تيتشر اكبر. ممكن حتى عروض قصة واستمرار معونا خزننا اسمه معوانا. معوانا متخيل يلا بينا.
متخليا عن يزرع يحصد الامس الله مفيش رفق، غلط عليه ثواني اعمل لك كبيرة، ثانية اعمل كبيرة. الله رفق الشدة. والعين. قولي لي يا سما ايمن كنت بتقولي ايه قبل ما نقرا المضاد؟ بقول لحضرتك تيتشر ممكن حضرتك تصوتي لي على الجروب. ماشي بس التزمي، طيب افتحي الكاميرا، انت التزمتي وما بتحط الكاميرا؟ انا بفتحها ماشي والله بفتحها وساعات بنسى افتحها وبفتحها طيب الكاميرا لما ما بفتحها. بتتقفلش خالص وانا هصوت لكم كلكم. يلا الجزئية المربع اللي بعده، قولي ماشي يا انا سما فارس. فتحتها من بدايه. ممكن يا عبد الله يا مستر عبد الله مفتحها من بدايه الحصه حضرتك عارفه صح؟ انا عارفه مش انا طب مش سبونسر، هكتب انا عليا انك فاهم تقولي قصدي. لي وصلت لحد فين، لان انا عندي النت كل ما اجي افتح الكاميرا بيفصل، بس انا هحاول اظبطه النهارده. ممكن ماشي تقولي لحضرتك وصلت لحد فين؟ يلا ليه كلمة مضاد مع الأولى؟ المربع الثاني في الكلمة ومضادها يا سما. فضائل الرذائل أو اللوب ذلة صوابة واستقامة أمل يأس عواقب بدايات يذمم يمدح أو يثني على. برافو، فاضل لنا اخر بيت، ولو كده الزوم فصل يبقى احنا خلصنا الدرس يا شباب، مش هندخل تاني. ماشي هقول لكم تمام النتيجة تمام بسرعة. إذا الزوم فصل ما ندخلش تاني يبقى خلاص الحصة الله، خلصت. يكون كده خلصنا. أساءة تمام أحسنة، صفح عقاب أو جزاء، إنذاك بخلك، رافق فارق، سره ساءه وأحزنه. في حد مش فاهم أي حاجة في اللي أنا شرحته؟ لا 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 يا ستي خلاص لا تمام. ماشي يا شباب، هو الزوم هيفصل دلوقتي واحنا كده خلصنا الواجب بتاعكم تعملوه، وانا كل اللي التزم وفتح الكاميرا النهارده انا هصوت له باذن الله. والله يا انا برضو ستي صوتت للي كانوا فاتحين الكاميرا، اديتهم صوتي.